انا اخذ مفاتيح سيارتك اليوم، عندي مشاوير كتير. شو المشاوير؟ شغل. صباح الخير. صباح النور. المعلم سعيد موجود؟ مين حضرتك؟ انا ديانا بنته. اهلا وسهلا، تفضلي. اهلا اهلا بابا. لك اهلا. كيف فينك بابا؟ منيحه. اشتقت لكم. وانا كمان اشتقت لك. يلا سعيد انا رايحه. الله معك. قليلي كيف ستك؟ منيحه كثير. وجدك تمام؟ تمام. انت كيفك؟ الحمد لله ماشي الحال تمام. انتوا اللي تاركيني من 20 يوم، ما حدا اتصل معي غير امي وبهدلتني. بابا انا جاي اخذك مشوار. هلا قبل المشوار الليلي انت ليش تاركه جامعتك؟ مشان شوفك. ولا بدك ياني روح لعندك على المحل؟ ولوين المشوار؟ قوم معي. يلا سيارتك كمان. حبيبتي لا تنسي انه سمر كمان مرسي. انا ليش هيك البيت؟ لأنك هجرته. ديانا أنا ما هجرته، أمك هي اللي هجرت البيت. أنا اتجوزت على سنة الله ورسوله. بابا ليش؟ شو ناقصك؟ ما رح تفهمي علي. طيب ما فكرت فينا؟ ما غبتوا عن بالي ولا دقيقة. بابا الله يخليكي، قولي لماما خليها ترجع البيت وما رح تعيش هون غير معززة ومكرمة. بابا ماما بدها تتطلق. تتطلق؟ أنا صار لي 20 يوم عم بتقاتل ما بين جدي وخالي مشان يخلوني روح عيش عن جد أبو سعيد. ليش هن شو لهم علاقة؟ لك شو أنا متت؟ لا بابا، بس أنا ما بقدر زعل ماما، وماما ما فيها تزعلهم أو ما بتقدر تزعله. بابا ماما مكسورة تعرف، ما قلب الأخير غير بيت أهلها. رح أوصلك على الجامعة. لا بابا ما عندي محاضرات هلا، وصلني على بيت جدي أبو سعيد. على راسي. بس بابا بدي إياكي تحكي مع أمي، بدي إياكي توعديني إنك تكوني محضر خير بيني وبينك. ديانا
متضايقة؟ معي مصاري، مو لازمنا. بزعلها؟ مسكي، أنا أبوكي، سلمي عليهم. الله يسلمك. لك شو هاي هاي؟ يعني مرحبا. ايه هيك، ها قولي مرحبا. مرحبتين. ليش مانك بجامعتي؟ اليوم ما كان عندي محاضرات، وقلت لحالي بجي بساعدك بالطبخ. ايه تعي لك هلا عندك الطبخ. تيتي، ما بعرف ليش ماني مصدقتك. بصراحة تيتي، رحت شفت بابا. وين؟ بيته. تعرفتي على الحرباية؟ اشتقت له. وأنا كمان اشتقت له كتير، بس أمك حرقت قلبي، ما راح أسامحه. وشو اللي زعجك أنت؟ بدك بنته ما تزوره كمان؟ لا، بس أنت ما شفتي لهفته عليها. والله غريبة، يعني تزوجتي الرجال وأخذتيه من بيته وبدك إياه ما يشتاق لبنته ولا يحبها؟ أنا ما كنت مستعدة لهذا اللقاء، كان لازم شوفها لحالنا وتفاهم أنا وياها. أي غلطاني حبيبتي، هي بنت صبية، يعني بصراحة صعب تبل فيها. أنا بدي أعملها رفيقتي، فهمتي؟ يعني ما بقي غير تقولي لي بدك تشغليها عنا بالمكتب. تعتري لقلك، لسه ما بلش هز البدن عن جد. أهلين نزار، شو زبطت لنا الموعد؟ أوكي، طبعا نسبتك محفوظة، نص ساعة ومنكون عندك بالشركة. يلا باي باي. تفضل، هاي زبط الموعد. ألو ألو ألو، ناس ما بتستحي، قليلي ندب. والله لساتك قوية يا سعيد. ألو، مرحبا، قسم الجراحة العصبية لو سمحت. الو، ممكن احكي مع الدكتور علاء؟ اهلين ابو السعود، وينك؟ والله مشتاق لكم يا علاء. كيف الشغله معك؟ يعني ما صار اللي عملته؟ شو بدك هذا؟ شو الشغله صغيره ما بتنحكى على التليفون. شو رايك اعزمك على الغداء؟ لا لا، ما في داعي، انا ساعه وكم البيت، تعال عندي ونتفاهم. طيب ماشي، مع السلامه. الله معك. هذا اخوك اللي تجوز على مرته؟ يا سيدي بحياتي ما شفت اجن منه بالعالم كله. الك مثلها. شو قصتك حكيم؟ حاسك صاير مثل امي ناطرني على الدرب. شغله شغله، خلينا نكمل الفيزيت. شغله عجبك؟ مين؟ المدير العام. وانا شو بدي فيه؟ يا ستي عم نحكي، انا بصراحه عجبني. ما بعرفك، بكرة إذا طار العقد ما بتركي عيب إلا ما بتحطيه. العقد مضمون، حملة إعلانية ضخمة، إيه هذا الشغل المضمون. طولي بالك، لسه ما صار شيء، كل القعدة كانت مجرد أسئلة ومناقشات. عمل لك حضري حالك لتزوري فروع الشركة. ما بحسن سافر بدون ما استأذن سعيد. شو؟ أصلاً هذا اللي كنت خايفة منه. سعيد، يعني شو راح يعملوا لك؟ هدول اهلك، بعدين انت مرتكب جريمه يعني؟
يعني انت رايك روح؟ طبعا لازم تروح فورا ولا تهرب من الموضوع. طيب انت ساعدني. شو فيني ساعدك اكثر من هيك؟ بدك يعني الا هناء بالي بالموضوع يعني؟ بعدين هي زعلانه مني لاني شهدت معك. علاء الله يوفقك، تروح معي انت. امرك مثل ما بدك. انا رح اسبقك وانت الحاني بعد ساعه، رح احكي معهم مشان ما يتشنجوا. طيب طيب شكرا كثير حكيم. ماشي يلا مع السلامه. شو وين رايح؟ لعند اهلي. طيب ومن المفروض انه هن يجوا يباركونا؟ لك صحيح، بس اهلي بيحبوها كثير لهنا، لازم روح لعندهم واشرح لهم شو الموضوع وريحهم. ايه شو علي؟ انت شو رح تعملي؟ ما بعرف فكر. طيب بكل الاحوال بحكي معك، يلا باي. باي. انا ما بدي اشوفه. بس ما بيصير يا امي، هذا ابنك. مو ابني، انا بتفاهم معه. يعني هلا اذا قطعناه بيطلقها؟ انا زعلانه لانه تزوج بالاصل. وصار يا امي، شو بتعملي يعني؟ لازم نسمعه ولازم نتعرف على مرته الجديده. مرته الجديده؟ اذا بتجي لهون لاكسر رجلها. يا ام سعيد الله يخليكي، اللي صار صار، بالاول ولا بالاخير هي بتبقى كنتنا. وماما جده؟ وماما حبيبي كمان كنتنا. يعني اذا كان ابوكي اتصرف او غلط شو بنساوي؟ بندبحه؟ مرحبا. كيفك؟ كيفك انت؟ شرف. ايدك يا مو. كيفك بابا؟ كيفك يا عريس؟ الحمد لله. منيح ما كنا قاتلين شي قتيل. وكيفو هالجواز معك يا ابو ماجد؟ والله يا ابو سعيد انا شايف هالكلام ملغوم. ليش ما جبت مرتك جديده معك خلينا نتعرف على كنتنا؟ والله منيح انه التقى حدا بهالبيت بيقول عن مرتي انه كنتكم. والله هي كنتنا غصب عننا. لا والله يا ابو سعيد ما في شيء غصب عنكم. معلش يا ابو سعود، اهلك شوي متعصبين، بعدين انت اول واحد بطق جوازي ثاني بكل هالعيله. مين قالك يا دكتور؟ عمك ابو وائل كم مره تجوز وبالسر كمان. اديمو استنوني بساحه باب توما برباختكم. في حدا غير انت وجمال؟ اوكي حبيبتي ما بتاخر، باي. عزيزي سعيد، ذهبت للسهر مع أصدقائي، لن أتأخر. أمي شبه أنا تجوزت على سنة الله ورسوله ونسيت أولادك ومرتك الصابرة المتقنة المربية. يا أمي الله يوفقك، أنت ساعديني. كلمة ورد أعطاها، مرتك الجديدة ما بتفوت بيتنا، ولما بترضيها لهناء وبترجع على بيتها هذاك الوقت بحكي معها. كيف بدي أرضيها؟ أنت قولي لي. ما بعرف. سعيد مرتك الجديدة بدك تجيب منها أولاد؟ مرتي الجديدة ما بتجيب أولاد. طيب ليش تجوزتها؟ حبيتها. إيه مرحبا أخي سعيد. على اسماعيل. طيب يلا تصبح على خير. وين بابا؟ على بيتي.
الواضح انه هون ما في حدا بده يعني. صباح الخير سعيد. مرتك حلوة؟ حلوة بس ما أحلى منك. شرفوا شباب شرفوا شرفوا شرفوا. يا حبيبي ناقصني انا سهر وفلتني. بسيطة ابو سعود بسيطة، هي مرتك لها عاداتها وطلعاتها، بدك تتحمل شوي. ما المشكلة اني يعني ما عم بقدر اتحمل. شو القصة سعيد؟ ما صار لك بالقصر غير من امبارح العصر؟ ولا ما بعرف، اشرب قهوة. بنشرب وهات لنا الطاولة خلينا نغلب الاسماعيل. عن جد عم تحكي دكتور؟ ليش لا؟ ولا ما عندك طاولة؟ شلون ما عندي؟ ما انا مطالعها مع جهازي. شرفوا والقهوة بعدها تكون جاهزة. يلا كانوا سين علينا. منيح اللي حسيتوا على دمكم، خفوا عليه شوي بضل أخونا. العب العب يا سيدي. عملت العمايل لحتى نزل المتقدم والمتأخر ل 300 ألف. شو الأهل اللي عنده الله لا يوريك، لا بيحلل ولا بيحرم. عمتو ليش البابا تجوز على الماما؟ جهل يعني الماما قصرت بحقه؟ ما بعتقد. أنا مستغربة شلون جهل ما خلى يفكر فينا. حبيبتي لا تفكر كتير بهالموضوع، أهم شي تنتبهي على دراستك. يعني إذا مرته لسعيد مو حلوة بدي موته. أيوة بتعمليها. مساء الخير. شو ما بدك تشرب قهوتك؟ سعيد يا سعيد انا مالي متجوزة رجال اخراس وانا مالي متجوز وحدة فلتاني. ايه انا هلا هيك النسوان بيقابلوا جوازهم وهيك الرجال بيتجوزوا على نسوانهم وبيكذبوا عليهم. انا كذبت عليكي؟ هلا مو وقت هالحكي. اخي بيجي لعندك وبيقول لك شو بدي. وليش بقى انت قولي لي؟ طلقني. لا عم اعمل القصه. بعتيلي اخوك يا ابو جمال بدي احكي معه. أهلا سهر. تفضل سهر. هيك بتترك السهري واقف على الباب؟ معلش خلينا نروح على المحل نحكي كلمتين انا وياك. فوت استناني دقيقة. حاستناك بالسيارة. اسمع بتفهمه لازم يطلقني. طولي بالك، ما في مشكلة إلا هو لحال. ايه بتستاهلي. إن شاء الله بيقفل عليكي وما بيخليك تشوف الشارع. بس أنا غلطت. نعم نعم. هلا اذا رحنا سهرنا شو نسيتي اني متزوجه سعيد وسعيد معلم ميكانيك يعني بالاخير على القليله كان لازم استاذنه هو لي على الغم
ضايق. إذا ما رضيت هنا ما رح أتهنى بجوازتي. والله حكينا معها بس ميبسة راسها. وأنا كمان ما بقدر طلقها. هلا وصلت لعند أمها، قال بدي أشوف أهلها. قالي ما قالي كلهم واقفين معها ضدي. يا رجال ضروري هلا تعلن زواجها. مو بإيدي، سمر ما قبلت تتزوج بالسر. أبو سعود هلا ممكن تقلي ليش تزوجت على أختي هنا؟ ما بعرف، فجأة حسيت حالي عم حب. يعني أحلى من أختي هنا؟ أرتب منها شيء؟ ما بعرف، وقت تجوزتها كنت حاسسها أحلى مرة بكل العالم. قلي لي شو أعمل؟ أهلي ما بدهم يعني اتطلق، وأنا ما فيني أعيش معه. إيه ما بقدر اتطلع بوشه، كل ما بتذكر إنه في مرة تانية ممكن يروح ينام عندها بيجي رح أجن. معك حق. لا ما معها حق. طيب قلي لي شو أعمل؟ بتضلي ببيتك وبتقاتلي لحتى يرجع لي جوزك. لكن شو انت هيك عم بتقلي لها خدي جوزي ما بديها. انا خرج قاتلها، هي وحدة عايشة على اخر طرز. شو ما تكون تكون، انت مرة وهي مرة، لو انت عندك اولاد كمان وهي كمان بكره بتجيب اولاد. لا ما بيجي اولاد، المسكينه ما فيها ضنا. ماما انت روحي على بيتك وافتحي وضبي اولادك، وانا رح اجي زور عندك، وإذا ما قدرتي تعيشي وقتها بحل ألف حل. هذا رأيك؟ الماما معها حق، حتى لو طلقتي ما لازم تطلعي من البيت، هي نصيحتي، البيت سترة. لا ما بتيجي على الغداء. لساتك زعلان؟ وأكثر من زعلان، والمساء بنتحاسب. المساء؟ يعني فعلا مو جاي على الغداء؟ عندي مشوار. لوين؟ مالك علاقة، لازم تفهمي انه انا ما حدا بيسالني لا وين كنت ولا وين رايح، فهمتي؟ مع السلامه. ايش مفكرني هناء الجدبه؟ شو قلتي له على روحت حلب؟ المسا بقول له، بس الهيئه ما راح يوافق. يا حبيبي خلص العسل وبلش البطيخ. فعلا يعني وافقت ترجع البيت؟ لك ابني وافقت، وافقت بس بدونك. شلون يعني بدوني؟ يعني والله ما بعرف، تفاهم مع عمك. اخي هذول عاملين عليك حلف نسائي معادي. عم تبذل؟ انا هيك شايف فعلا. لك هاي سهى ما بتحكي معي يا رجل الا بالقطاره، وامك مدري شو عم تخطي، وندى وديانا لك ما بعرف والله ما بعرف. طيب طيب تسمع مني؟ يا ريت تشور علي، بتضلك تفهم انت. كتر خيرك اخي، اترك المسائل تنحل لحالها. شو دكتور حياتك انت الثاني ناوي تتجوز؟ شو انا بطل مثل سعيد؟ بطل؟ عم نمزح. شو ايوه فكرت. خلصنا سعيد، لا تزعل مني، قلت لك انا اسفه حبيبي، صدقني ما عاد اسهر بدونك. افردها بقى، تفضل تفردها. لك ان شاء الله صحتين والف هنا. وما بتساليني لا وين رايح ولا منين جاي، لازم تعرفي وتتذكري دائما انه في عندي بيت تاني. مو على اساس هناء بدها تتطلع؟ هناء بتحبني وما بتقدر تتركني. شو عليه؟ هيك بشتاق لك أكثر. بس حبيبي سعيد أنت ما نفذت وعدك. أيوة نسيت شو وعدتني بشهر العسل لما تجوزنا؟ شو وعدتك؟ ما أنا وعدتك بيت شغلي أني منه. هلأ ما وعدتني تساعدني بشر المكتب وتغير السيارة مزبوط؟ مزبوط، هلأ السيارة عم تاخدي سيارتي أمت ما بدك، وبالنسبة للمكتب بدك تجديلي الموضوع شوي، لأنه فعلا سيولة ما في بين إيدي، بدك تصبري شوي. طيب شو مشان رحت حلب؟ شو حكينا؟ أمرك، بعدين بنحكي بالموضوع. لا خلص سكرنا على هذا الموضوع نهائيا، ما عدنا نحكي فيه. شغل برات الشام ما في. بس أنا شرطت عليك من الأول إنه شغلي ما بتركه، فأنت بهيك حالة لازم تعوضني. عوضك؟ طبعا، وفكر بالموضوع على مهلك. تعبت تعبت، سمر كل يوم ما عاد فيني اتحمل، وانا انا راكب راسه وكاني مجرم. طول بالك يا ابو السعود، طول بالك. تعرف شو بيخطر على بالي؟
شو؟ اللي طلق هالتنتين واتجوز وحده ثالثه وبلش حياه جديده. ليش ما بتسمع مني وبترجع عزابي؟ مو احسن لك؟ لك يا ريت يا ريت. بس بتعرف جواز حلو، ريحه البيت ولك ريحه الطبخ، الاولاد مشاكلهم همومهم وريحه النسوان عم تضعف. ولك انت بتعرف انه ريحه سمر وعطره هو اللي ورطني. والسود بتحبها؟ بحبها. اهلين دكتور. نورتي بيتك. مرحبا بابا. خدي ديانا وفوتي على غرفتك. تيتي ما بدي، بدي اشوف بابا. يا امي كل ما نصلح الامور بتخربيها. هلا لي كلمتين ولازم يفهموا. قولي يا امو. هذا البيت لازم يضل مفتوح ومصروفه بيصل على دوز باره، وانت مالك قاعده هون لحتى تطلع هي اللي اسمها سمر. امرك يا امو. بس ما حدا منكم سالني انا شو بدي، كلها اوامر اوامر اوامر. بتعرف حكيم احسن شيء شايف لك ساويهم ثلاثه. بابا جاي على بالي فنجان قهوه. من ايدي؟ لا من ايد امك. انا بتواصل لك بس على شرط ما بتتركنا. لك ليش انا بقدر بترككم؟ شو صار معك؟ وديت المصاري؟ وديته لماجد كله. وشفت شو طلباته؟ عملت كل طلباته. امي شفتها شيء؟ لا ما شفتها. يعطيك العافية. فوت لشريك. حاضر معلم. ما عرفتيني؟ لا والله. مين حضرتك؟ أنا أمه لسعيد. إيه أهلا وسهلا. ميت أهلا وسهلا. تفضلي تفضلي. هلا بيجي سعيد. الرز مخبوص والبامية مو مقليتيها. أنا مالي كثير شاطرة بالطبخ. لكن على شو تجوزك ابني؟ على زمانكم كان الطبخ ضروري، بس هلا في مطاعم وهنا أحلى. بس أنا الجديدة. أنا جاي أسألك سؤال، ليش تزوجتي ابني؟ بدي أنستر. ما لقيتي تنستري غير مع ابني؟ هذا السؤال فيك تسألي لابنك. تفضلي. رجاء ما في داعي للتفتيش. بدي اطمن على ابني. هذا بيتي، اذا بتحترمي اهلا وسهلا. واذا ما احترمته؟ مع السلامه. عم تقلعيني؟ الحق على امك، بتستاهل. شو عملت لي اللي كان مديره ولا مفتشه؟ اي بس ما لها حق. لك يا جماعة هي ما بتعرفها لأم سعيد، مشان هيك عذروها. لا ما لها عذر، إيه أول مرة بتزورها تسعيرها شوي. هلا أنت عم تحكي هيك لأنه أم سعيد بتحبك، بينما هي بتكرهها لسمر. أم سعيد إذا حبت حدا يا لطيف ما بقى تشوف عيوب بنوب. طبعا، وأكبر دليل على ذلك هو أنا، بتحبني، أنا لو تشوف عيوبي تكرهني. لك ليش أنت في مثلك بالدنيا؟ الله يخليك يا بابا. شو عم تحكي انتي؟ انتي بتعرفي حالك شو عملتي؟ انا ما عملت شي غلط، هي جاية تهني ببيتي. ولك بس هي امي. واذا كانت امك انا مالي فاضية الله. بعدين افهم سعيد، انا مالي هناء الكل بيتأمر عليها بتقله على راسي، افهم هالشي. فعلا فعلا لازم افهم. أنا على آخر العمر اتقلع من بيت ابني؟ بسيطة تيتي، أنا بس شوفها لقطع الشقف. بس ديانا، هاي مرت أبوكي ما بصير تحكي عنها هيك. عم قول مرت عمو قولي له لسعيد إذا بده يجي ينام بالبيت. عن جد؟
من جد اشتقت له. إلك بنتي كبري عقلك، الله يرضى عليكي. هاي نزوة سعيد ما رح يقدر يتحمل، أمه وبعرفه. أنا معزومة على الغداء عند أهلي. سمر. يا هيك الرز يا أم بلا لكن اختصاص ولك يسلم لي الاختصاص. رح ترجع لماما؟ ما بعرف. عجبك؟ هاي طار العقد من إيدينا. أي وشو منعمل له؟ كله منك يا ديما. يا حبيبتي انا ما بقدر اطلع اسهر مع رجال اعمال مشان عقود اعلان. شو نسيتي اني انا متزوجه؟ ايه وشو فيها؟ اللي اخذت العقد لونا، ولونا كمان متزوجه، بس هي متزوجه واحد بيشتغل بالاعلان، يعني بيطلعوا بيسهروا مع بعض. ميكانيكي. طيب جيبي زوجك اليوم وخلينا نطلع نسهر، ولا نسياني عيد ميلاد لولا؟ طيب بقول له بشوف. شو عم تعملي؟ عم حط خطة منشان طفش فيها سمر. شو هالحكي؟ شو الخطة الجهنمية بقى؟ يا سيدي عم بعمل برنامج زيارات، مثلا منروح بكرة أنا وديانا لعند مرته الجديدة، وبعد بكرة منعزم حالنا أنا وأنت وعلاء وديانا، منسهر ومنهيص، منخليها تحس حالها معزولة تماما، وهيك كل يوم مشروع جديد مع سعيد. والله مالك قليلة، بس شو بيضمن لك أصلا؟ هو الأول بده سعيد يوافق على الخطة هي. وليش ما يوافق؟ نحن حابين نكون معه وهو أحب على قلبه. كي أنا تستوعب المسألة، كل خططك ما رح تنجح لأنه سعيد وقع بغرامة. لأنه عم يشوفها من جانب واحد، بوجودنا رح يحس قديش هي غريبة. يمكن خطتك فيها وجهة نظر، بس أنا أفضل أنه سعيد يعرف من حاله أنه ما لم توبه. طيب والخطة؟ أجليها شوي، أصلا بجوز ما تحتاجيها. صباح الخير. بس قويها. بابا حكي لك مع كلمتين. أنا سعيد اتركني شوي، مالي قدراني. بس أنا جوزي. بعرف، بس الله يخليك تركني كم أسبوع. وبعدين ما بعرف. ما بيصير روح احضر عيد ميلاد، وما بيصير سافر، وما بيصير اطلع بالليل، وانت كمان ما بيصير حدا يسألك. فوق كل هالشي رجعت تنام بيت هناء. سمار، هذا بيتي وهناء زوجتي، وانا كمان هاي حياتي وهذا شغلي. بس انا محذرك، ديري بالك. ها، مع السلامة. الو، مرحبا، انا جاي استنوني. لا لا ما بتاخر، باي.
معي إذا عملتها وبتضحي. تعبان ما؟ كثير. يلا الله يعطيك العافية، حدا بيتجوز ستين؟ لو كان حدا في ذرة عقل بيقضي كل عمره عزابي. لك ربي يسلم هالإيدين. على القليلة قاعد يشرب القهوة معي. سافرت إلى حلب لأمر هام، أي لعمل ضروري. سأعود غدا. هذا رقم الفندق. مساء الخير. شو حكينا؟ أنا ما بقدر أترك شغلي مشان أخدمك. أنا ما طلبت منك هيك شيء. أنا طلبت منك شغلة واحدة بس، إنك تبطلي تسافري برات الشام. كتير صعب هالشيء؟ بالنسبة إلي صعب. سمر، أنت طالق. طالق طالق، وحقك رح يصلك لعندي. ما في داعي للمحاكم.
بس كلفت كتير. 600,000 يلعن ابو المصاري. بس بتعرفوا انه انبسطت كتير بهالثلاث شهور. ايه انت انبسطت بس ألمت غيرك.